هيبقى ماينس 23
خليني برضه اقولها لك كده، هي اس ريسيف ماينس الان الايه؟ ريسيف يبقى ماينس 23 بلس ايه؟ 53 ونص، يعني 30 ونص ايه؟ 30 ونص ايه؟ دي بي فقط. لان دي سيجنال تو نويز ايه؟ ريشيو. 30 ونص ديسيبل معناها انها ساتسفاكتوري، لان احنا قلنا 18 ل 20 ديسيبل في ما عدا ابلكيشنز معينه بتحتاج سيجنال تو نويز ريشيو عاليه قوي عشان الايرور سنسيتيفيتي ليها عاليه، فالطبيعي ان 30 ديسيبل دي مقبوله. الطبيعي ان 30 ديسيبل دي قيمه ايه؟ مقبوله. وعلى فكره ما قاليش المسافه دي كام كيلو متر، لان هو في الاخر قال لي الترانسميشن لاين ده اوفر اول 120 ديسيبل، ما قاليش على بعد قد ايه، ولا اذروايز كان المفروض يديني هي كام ديسيبل بير كيلومتر ويديني كمان المسافه، لكن هو اداني على طول ايه؟ اوفر اول. لما نيجي ننزل دي عشان نعرف نشوف البريد اللي ماشيين. هي دي مساله على الفيجرز. مساله على الفيجرز اللي في الكتاب. بيقول given 100 watt power source what is the maximum allowable length for the following transmission media if a signal of 1 watt is to be received. يبقى اول حاجه الترانسميتد سيجنال بتساوي كام؟ 100 watt مش كده؟ والريسيفد سيجنال عايز قد ايه؟ لا بس متاخر. What is the maximum allowable length for the whole media if a signal is 1 watt to be received؟ دي معناها انا عايز اقول ان الريسيفد سيجنال لازم تكون اكبر من او تساوي 1 watt. يبقى معناها ان الـ ان الـ ان المسافه لازم تكون اقل من او تساوي القيمه اللي هنحسبها. تمام؟ عشان دي تكون اكبر من او تساوي 1 watt يبقى لازم اللوسز بالديسيبل تكون اقل من او تساوي الريشيو دي. صح؟ الريشيو دي بالديسيبل هتبقى كام؟ دي 0 دي بي دبليو ودي 20 دي بي دبليو، يبقى معنى كده لازم نص الديسيبل تكون اقل من او تساوي كام؟ 20 دي بي. المره دي انا اختصرت خطوتين في خطوه عشان عايز اعودك على كده. خلاص دي 20 ديسيبل كلنا عارفين ازاي صح؟ 10 لوج 100 ب 20. خلاص؟ ودي 0 ديسيبل عشان 10 لوج 1. فبما اني انا ببعت 20 دي بي دبليو وعايز استقبل على الاقل 0 دي بي دبليو، معناها ان النص لازم تكون على الاكثر 20 ايه؟ دي بي. تمام؟ يبقى معناها النص دي بتزيد ترضي مع المسافه، معناها المسافه هتبقى على الاكثر والقيمه اللي هنطلعها من على الايه؟ الكيرف. اديني كمان الايه؟ انا هحلله ايه بس؟ ولا اي واحد في المطلوب يعني. عايز تويست بير اللي هو نص ملي متر نص ملي متر تويست بير ات 300 ايه؟ كيلو هرتز. لو جينا هنا كده مش عايز اسيب ده زي ما هو، لو رجعنا تاني الباور بوينت بتاعتنا مش هتبان برضه الا لما ايه؟ فلو جينا هنا عند 300 كيلو هرتز نص ملي متر توست بير، هتلاقي نص ملي متر توست بير اللي هو الكيرف ده اللي هو رقم 2 من فوق عند ايه؟ 300 كيلو ال 10 اس 5 دي 100 كيلو و10
والسكيل ده نون لينير، يعني انا هضطر اجيبها بالتدريب. لو عايز تجيبها بالظبط يبقى لازم تعمل الاتش برضه. عايز اعلمك الصح لازم تعمل ايه؟ قول لي لازم تعمل ايه؟ لا حد يقول لي، حد يتوقع هعمل ايه دلوقتي؟ حد يقول لو كانت هي عند 10 او 5 بتساوي 2 معينه هعمل الاتش. بص كده 3 واقوم دايس على ايه؟ على ما هي المسافة بين واحدة واللي وراها، اللي وراها دي قدها 10 مرات. فلوج ال 10 بكام؟ 1. يبقى المسافة دي بتمثل بالنسبة لي الايه؟ الوحدة. فلو جبت لوج 3 طلع معايا بكام؟ ب 47%. يعني المسافة دي لو 1 سنتي أنا لازم أمشي 47%، يعني 4.7 مللي عشان أجيب 300 كيلو هرتز. مش فاهم ايه؟ مش فاهم ايه؟ تاني السكيل ده لوغاريتمي، ايه اللي عرفني لوغاريتمي؟ المسافه من 10 ل 5 ل 10 ل 6 زي المسافه من 10 ل 6 ل 10 ل 7، كل واحده قد الثانيه 10 ايه؟ مرات. فدي قد دي 10 مرات، والمسافه دي قول انها مثلا 1 سم. هتقسم؟ هتقسم. دلوقتي بقى انا اكتشفت ان 300 كيلو دي قد دي كام مره؟ 3. فبنفس النسبه انا بجيب النسبه على السكيل اللوغاريتمي. فلوج 3 طلع بكام؟ 0.47. يبقى المفروض امشي مسافه هنا كده، المسافه دي هي 0.47 من المسافه الكبيره دي، خلاص يعني تقريبا نصها، مش كده؟ يعني انا هاجي هنا اقف قبل النص بشويه وليكن. وعلى فكره ده هي تقريبا، مش عارف السكويرز دي جايه منين، هي من الشكل اصلا ولا من الداتا شو؟ شكل ما فيهوش سكويرز اصلا. يا ليالي كده من عند ربنا، انا هنا ظهر لي سكويرز، مش عارف انتوا شايفينها ولا لا. طيب كويس. المهم ان النص تقريبا هنا، خلاص؟ يبقى انا المفروض اطلع من هنا بايه؟ بخط راسي كده هورز اواي لغايه ايه؟ الكيرف ده، صح؟ لان الكيرف ده السهم اهو بيقول لي ايه؟ نص مليمتر، تمام؟ فلاقي يطلع لي كام؟ يطلع لي حوالي 13 او 14 ايه؟ السكيل ده بقى خطي، ده 14، يبقى معنى كده فروم جراف معناها على طول ان الديستانس دي لازم تكون، بما ان دي اقل من او يساوي، يبقى دي كمان تكون اقل من او يساوي ايه؟ اسف. اللوسز بير ديسيبل بير كيلومتر بتساوي 14 ديسيبل بير ايه؟ كيلومتر، صح؟ وانا عايز اوصل ماكسيموم لكام؟ 20، معناها ان دي ماكسيموم بتساوي ايه؟ 20 على 14 يعني تقريبا 1.5 كيلو، صح كده؟ محدش فاهم حاجة. ده هو بيقول انا باعت على كابل تويستد بير نص قطره نص ملي متر، باعت سيجنال قوتها الباور بتاعتها 1 واط 100 واط، خلاص؟ عايز اعرف اقصى مسافه امشيها قد ايه عشان اللي استقبله ما يقلش عن 1 واط، ما يقلش عني، ما ده بيديني الماكسيمم بوسز المسموح بيها. فكده الماكسيمم بوسز دي اتحسبت طلعت كام؟ 20 دي بي. وقال لي التردد اللي هو باعت الاشاره عليه. باعت على 300 ايه؟ كيلو هرتز. الحسبه اللي عملناها على الكمبيوتر دي عشان اعرف ان 300 كيلو هرتز دي اجيبها ازاي على السكيل. خلاص؟ اجيبها من هنا، هجيب لوج 3 طلع 0.47، يبقى المسافه دي اقيسها لو دي مثلا 1 سنتي يبقى انا همشي ايه؟ 4.7 مللي. يعني نص، افرض انت المسطره بتاعتك مش جايه. نص، وهطلع بخط ايه؟ راسي، لما طلعت بخط راسي عرفت ان الكابل ده عند التردد ده، يعني الكابل المستخدم عند التردد المستخدم بيدي ديسيبل لوسز قد ايه؟ 14 ديسيبل لكل كيلومتر. وانا ممكن اوصل لغايه 20 ديسيبل، يبقى اقصى مسافه اوصل لها ايه؟ اقسم 20 على 14 هي اقل طبعا من 1.5. بتطلع حوالي 1.5 ايه؟ كيلو متر، غالبا 1.4 او يعني بين ال 1.4 و 1.5. ال 1.4 تدي 19 و 16. هي ما بين ال 1.4 وال 1.5. تمام؟ يبقى دي عرفت ايه؟ اقصى مسافه على الكابل ده عشان اقدر استقبل ايه؟ 1 واط. عند التردد ده، انا بقى عايز الفت نظرك لحاجه مهمه قوي. يعني ايه عند التردد؟ هو انا معقوله بشتغل عند تردد واحد
يعني هو انا باعت ساين ويف عشان يجيب تردد؟ لا. لو انا باعت السيجنال دي على كارير معين فده تردد الكارير. فالسيجنال ليها صم باند ويدث اراوند الايه؟ الكارير فريكونسي. وطبعا لما اجي ابص هنا الباند ويدث ده بيبقى مهمل بالنسبه لتردد الكارير. فلما تكون انت واقف عند 300 كيلو هرتز سي وانت واخد 30 كيلو هرتز يمين و30 كيلو هرتز شمال هتلاقي ان الديسيبل بير كيلومتر ما تاثرش كتير. فعشان كده احنا مجازا اي سيجنال بنبثها على كيبل بنعتبر حسابات اللوسز كلها تتحسب عند التردد عند السنتر فريكونسي بتاعها اللي هو تردد الكارير اللي هو شايله. تمام؟ طبعا اي ام اسيومينج باس باند مش بيس باند. ايه الفرق بين باس باند وبيس باند؟ بيس باند يعني انا عامل ديجيتال سيجنالينج يعني بعت اشاره زي ما هي ديجيتال فما فيش ايه؟ كارير دي بقى لسه دي ليها حسابات ثانيه خالص. خلاص؟ لكن باس باند يعني انا مستخدم ديجيتال موديليشن يعني انا واخد الديجيتال سيجنال دي وحاططها على ايه؟ على كارير سي مثلا يوزنج امبليتيود شيفت كينج. انا عارف ما حطيتش الكلام ده بس امبليتيود شيفت كينج هو الامبليتيود موديليشن بس بس الموديليتنج سيجنال ديجيتال بس ادي الفرق. فريكونسي شيفت كينج هو فريكونسي موديليشن بس الموديليتنج سيجنال ديجيتال. الفيس شيفت كينج هو فيس موديليشن بس الموديليتنج سيجنال برضه ايه؟ برضه ديجيتال. تمام؟ واضح لغايه دلوقتي؟ يبقى دي مساله ديزاين. كان ممكن نقلبها وانا قلت لكم يمكن حصل مع طلب الدكتور الثاني ان انا اديت نفس المساله وقلبتها. يعني ايه قلبتها؟ يعني قلت له انا ببث مثلا ال 100 واط دي على الكابل الفلاني عند التردد الفلاني لمسافه قد كده، قول لي هستقبل واط قد ايه؟ طب ما كان هيمشي بالعكس صح؟ ما انا عرفت ان عند الكابل ده عند التردد ده عندي 14 ديسيبل لكل كيلومتر. فلو انا عارف المسافه هضرب المسافه في الديسيبل بير كيلومتر هديني التوتال لوسز بالديسيبل. وانا عارف الترانسميتد باور هطرح اللوسز بالديسيبل من الترانسميتد باور هتديني ايه؟ ريسيفد باور. يبقى تقدر تشغلها بوث ويز. يعني انا عايز اقول لك بقى ايه؟ انا هديك انا اكسرسايز خلاص؟ انا احيانا لما الاقي الطالب مش فاهم انا بقول ايه؟ او اديها له اكسرسايز يعملها بنفسه، لو عملتها بنفسك مش هتكون ذكي. خلاص؟ انا المره دي بقى بقول لك مش ماكسيمم ديستنس دي كانت 1.5 كيلومتر. انا بقول لك لو سمحت احسب لي اس ار ات 500 متر لنفس الداتا الباقيه. يعني انا بعت نفس ال 100 واط على نفس الكابل اللي هو نص ملي على نفس التردد اللي هو 300 كيلو هرتز عايز اعرف استقبل قد ايه. طب ما انا عارف ان كل كيلومتر ب 14 ديسيبل يعني 500 متر ب 7 ديسيبل يبقى لو طرحت ال 7 ديسيبل دول من ال 100 واط 100 واط دول اللي هم كام ديسيبل واط؟ 20 ديسيبل واط صح؟ معناه ان انا هستقبل 13 ديسيبل واط. لا مش سالب 13 هي اللوسز هي اللي بتساوي 7 خلاص؟ يا اما اقول اللوسز بسالب 7 واطمع يا اما الاحسن ان احنا نقول اللوسز ب 7 واطرح لانها لوسز. الدنيا كلها بتستخدم الكونفنشن التاني تاني. يعني يا اما دي لوسس فتبقى بالديسيبل بتاعها بالنيجاتيف في الحاله دي دايما مجمع سواء جين او لوسس ده كونفنشن. وفي كونفنشن تاني يقول لا ده الجين الجين هيبقى بالبوست ديسيبل واللوسس كمان هتبقى بالبوست ديسيبل. بس ساعتها لما يستخدم الكونفنشن ده لازم يقول لك ان الديسيبل ده لوس. فلو الديسيبل ده لوس يبقى انت هتطرح مش هتجمع. فانا عندي 20 ديسيبل وات وعندي 7 ديسيبل لوس يبقى هطرح هيبقى انا هستقبل كام؟ 13 دي بي دبليو. لو انا عايز احوله لواط ما 13 دي بي دبليو بتساوي 10 لوج الباور يبقى الباور بتساوي 10 اس 1.3 وات. خلاص؟ شوف بقى ال 10 اس 1 بطل 10 تطلع بكام؟ هو احنا بس اللوج لا دي في المطعم المساله اه عشان امشي الحته دي هو قال لي 300 كيلو انا حبيت اعرفك ان 300 كيلو هرتز مش معناها ان انا امشي 3 من 10 من المسافه دي. لو انا كنت شغال يا جماعه خطي ده سكين خطي 100 200 300 400 500 خلاص وانا دلوقتي قلت لك 130 عند تردد 130 كيلو هرتز وانت ماشي 100 200 300 400 500 ال 130 دي هتبقى فين؟ هتبقى 3 من 10 من المسافه اللي بين ال 100 وال 200
200 لان ده سكيل خالص. لكن دلوقتي ده انا ماشي 100 كيلو، 1 ميجا يعني 1000 كيلو. من ال 100 ل 1000 ده التدريج ده مش خطي. بدليل ان من 100 ل 1000 زي من 1000 ل 10000. ف 300 كيلو ما هياش 3 من 10 المسافه دي، ده انا لازم اجيب لوك 3 فطلع 0.47. معناها ان 300 كيلو يعني مثلا من الحاجات المشهوره قوي ان ال 200 دايما بتدي 3 ديسيبل. الضعف يدي 3 ديسيبل اباف زي ما النص بيدي 3 ديسيبل ايه؟ بيلو. مش كلنا لما تنزل لنص الباور بنقول دي الماينس 3 ديسيبل بوينت يبقى الضعف يبقى ايه؟ بلس 3 تمام؟ فلو انا لو دي كانت 200 كيلو ما كنتش استخدمت الكالكوليتور كنت على طول همشي من هنا 3 من 10 من المسافه دي. لكن لا انها 300 دي اللوج بتاعها مش معروف فحسبتها. لوج الثلاثة ب 47%، يبقى 47% لان لوج ال 10 بواحد. المسافة دي كلها تمثل بالنسبة لي الوحدة. والثلاثة 300 كيلو دي هتبقى عايزة قد ايه؟ 0.47 من المسافة دي. فأنت لو استهبل مسطرة مثلا طلعت 1 سنتي يبقى هتمشي 4.7 مللي، يعني تقريبا نص ايه؟ نص سنتي. طب ده كده لقينا دي حوالي كام؟ 14 ديسبل، يبقى 14 ديسبل يبقى عند التردد ده والكابل ده اللوسز 14 ديسبل لكل كيلو متر. خلاص؟ واحنا كنا عايزين ماكسيمم 20 دي بي، فعرفنا ان احنا المفروض نمشي مسافه ماكسيمم 1.5 بس اقل شويه من 1.5. دلوقتي انا قلت لك اعمل العكس. انت مشيت نص كيلو بس. طبعا متوقع انك تستقبل باور اكبر ولا اقل من الواحد واط؟ اكبر، لانك لو مشيت واحد ونص كيلو هتستقبل 1 واط، فلو مشيت نص كيلو اكيد هتستقبل ايه؟ اكتر من 1 واط، هي بالتحديد 10 اس ايه؟ اس 1.3 يعني كمان اكتر حتى من 10 واط. تمام؟ ده دي اعملها على مهلك من البيت، اسمع خلي الكيرف ده معايا بس انا هنزل دي واطلع وارجع الايه؟ وارجع الشيك مره ثانيه. خلاص يبقى سيادتك هتكمل مسألة 4 3 في أسئلة نظري أنا مش عايز منها حاجة. في حاجة أنا شرحتها لكم فيربال من شوية هو جايبها لك في صورة مسألة يقول لك اثبت إن دبلينج الترانسميشن فريكونسي هيدبل إيه أو دبلينج الديستانس في الحالتين هيزود اللوسز بمقدار قد ايه؟ بمقدار 6 دي بي اللي هي مساله 5. خلاص؟ فبرضه انا عايزكم تجربوا دي بنفسكم. طيب تعالوا بقى نخش في ايه مساله، في مساله ظريفه قوي اللي هي 4 11. مسألة 14 حاسس إن في خط بيعط كده في السبورة مش مبينة، أنا ممكن أعمل كده أنزلها تحت الخط كده يوقع. ممكن كمان نستخدم المشاورة عشان إيه؟ عشان ننسى. هو عايز يعتبر لك مقارنة بين الواير كوميونيكيشن سيستمز والوايرلس كوميونيكيشن سيستمز. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك for radio transmission in free space signal power is reduced in proportion to the square of the distance from the source. شاكرين عارفين دي. Whereas in wire transmission the attenuation is a fixed number of dB per kilometer. يعني في فرق، واحدة بتتناسب مع مربع المسافة والثانية بتدي ديسيبل ثابت لكل ايه؟ لكل كيلومتر. The following table is used to show the decibel reduction relative to some reference for free space radio and uniform wire. Fill in the missing numbers to complete the table. هو بادئ ان انا عندي هنا الديستانس وعندي الراديو لوسز بالديسيبل وعندي الواير اليونيفورم واير بالايه؟ بالديسيبل. ويقول لك ان عند واحد ديستانس 3 كيلومتر مش كده؟ بيقول لك ان عند 1 كيلومتر كان دي ماينس 6 كانت دي كام؟ ماينس 3. بيقول لك كمل الجدول عند 2 و3 وكام؟ و4 و8 و16.
بما ان الباور بتتناسب عكسي مع مربع المسافه في الوايرلس يبقى معنى كده دبلنج الديستانس هيديني كام ديسيبل؟ لسه الاثبات اللي من شويه هيديني 6 دي بي. دبلنج الديستانس هيديني ايه؟ 6 دي بي. ليه؟ لان الباور بتتناسب عكسي مع مربع المسافه. يبقى لو عندي مسافه معينه استقبلت باور معين خلاص؟ قول اذر بارامتر ثابتين، لو ضعفت المسافه يبقى المسافه ضربت في 2 وانا اصلا جوه اللوج فيه ايه؟ مربع المسافه مش كده؟ فمربع المسافه يبقى معناه او هنقول 10 لوج مربع المسافه معناها 20 لوج الايه؟ المسافه، 20 لوج المسافه، والمسافه دي ضربت في 2 يعني اللوج ده زاد بمقدار 3 من 10، 3 من 10 في 20 بكام؟ ب 6 دي بي. خدوا بالكم الحاجه اللي بتتناسب مع المسافه على طول معناها 3 ديسبل. ضعف ضيق ايه؟ 3 ديسبل، لكن هنا هيديني كام؟ 6. يبقى معناها كل ما عشان كده هو مدي المسافات دي كلها متضاعفه. كل ما ضاعف المسافه النص هتزيد بمقدار قد ايه؟ 6 دي بي. فلو هنا هي ماينس 6 هو هنا بيوريك برضه انك تقدر تعبر عن النص بالنيجاتيف. تمام؟ يعني هو هنا رجع للكونفنشن القديم. يبقى ماينس 6 طب يبقى ليها هتبقى كام؟ هتبقى ماينس 12 ودي هتبقى كام؟ ماينس 18 ماينس 24 ماينس 30 صح كده؟ كل ما تتضاعف المسافه هتزود قد ايه؟ 6 ديسيبل. طيب هنا لا هنا الديسيبل ثابت لكل كيلومتر فاذا كان عند 1 كيلومتر انت 3 يبقى عند 2 كيلومتر هيدي كام؟ هيدي 6 عند 4 كيلومتر هيدي كام؟ 4 في 3 ب 12 عند 8 كيلومتر هيدي كام؟ 24 وعند 16 كيلومتر هيدي كام؟ هنا بقى في مفاجأة صح؟ انه في المسافات الصغيرة يو ود بريفير الواير صح؟ في الاكزامبل ده في المسافات الصغيره يو ود بريفير الواير لان دايما النص عليه اقل من النص في الايه؟ في الفري سبيس تمام؟ لما بتبتدي المسافه تكبر عند مسافه معينه ممكن نص في الاثنين تتساوي بعد كده هيبقى الوايرلس النص عليه اقل من النص على الايه؟ على الواير عشان كده احنا عند الواير بعد مسافه معينه بنضطر نحط ايه؟ ريبيتر خلاص؟ لان لو ما حطيتش ريبيتر يبقى انا احسن لي كنت ابعت وايرلس. فعلي كده النهارده اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. عايزين كده بقى لنا التيتوريال ناقصكم اللي هو بتاع الراوتنج تحبوا ناخده امتى؟ يعني 8 الصبح ولا ايه؟ رأي اخر كلام يا دكتور؟ نعم؟ طيب هو الدكتور علاء بيديكوا ايه؟ الثانية والثالثة مش كده؟ نص الرابعة. هو نص الرابعة دي بيجي لكم أسبوع أسبوع ولا بيديكوا النص بس؟ طيب يعني لو أنا لحقته النهاردة وخليته يديكوا الرابعة كاملة خلاص؟ فيبقى كده هو الأسبوع اللي جاي مش هيديكوا الرابعة هديكوا أنا نص الرابعة بس. تمام؟ يعني أنا الأسبوع اللي جاي هديكوا نص الرابعة اللي هو كان بيديهولكم. لأن أنا عندي الثالثة مع اتصالات. هم خارج من عمل الاتصالات جاي على الكهرباء. اوكي؟ طيب حد يجي بقى ياخد مني الماتيريال اللي انتوا عايزينه.